يوم الغد بحول الله سيكون هناك تراجع في درجة الحرارة ولو تراجع طفيف مع أجواء شبه رعدية على كل المناطق الساحلية وكذلك بعض الخلايا الرعدية التي ستكون مفوقة ببعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة، هذا نحو المناطق الداخلية ومنطقة الأوراس. خلايا رعدية منعزلة ستميل شمال الصحراء منطقة الثورة كذلك بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، أجواء مشمسة تماما بالجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى، بينما تبقى بعض الأمطار الرعدية الموسمية تخص مناطق أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستبقى مرتفعة وتفوق 20 درجة على كل المناطق الشمالية لتصل إلى 27 درجة على مقياس بسكيك دعناب الطارف حتى بغليزان غربا. جنوبا 23 درجة ستسجل كأعلى مقياس أو كأدنى مقياس أقول بمدينة طمن راس، بينما أعلى مقياس سيسجل بمنطقة الواحد كذلك بأقصى الجنوب الغربي ب 32 درجة. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى كما سبق الذكر ستعرف تراجع لكن تبقى دائما مرتفعة، 38 درجة ستسجل بالعاصمة بتيزي وزود نفس المقياس بتبسة، 35 درجة بسكيك داع النابا، 37 درجة بوهران، ترتفع إلى 40 درجة بقسنطينة، 41 درجة ستكون كأعلى مقياس بغليزان. أما جنوبا فهي لن تتعدى 38 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي وتبقى أجواء جد حارة تميز مناطق شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب ما بين 41 لغاية 46 درجة على مقياس بورقلة إن صالح أضرار وتندوف كذلك ببرج باشي مختار. فيما يخص الملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو سواحل الوسطى والغربية، الرياح تكون معتدلة إلى قوية نسبيا تقرب 50 كيلومتر في الساعة بسواحل الغربية وتتنا من غربية تماما إلى جنوبية غربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله يوم الثلاثاء أجواء على العموم غائمة بالمناطق الوسطى والغربية مرفوقة بهبوب رياح قوية نحو كل السواحل كذلك بالمرتفعات الوسطى والغربية، تبقى أجواء مشمسة على العموم بسواحل الشرقية رعدية نحو منطقة الأوراس صفاء من شمال الصحراء لغاية الصحراء الوسطى، بينما أجواء رعدية بأقصى الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب، درجة الحرارة تبقى مرتفعة نحو المناطق الشرقية تراجع طفيف نحو المناطق الغربية. يوم الأربعاء بحول الله تحسن في حالة السماء على كل المناطق الشمالية، تبقى رياح قوية تخص كل السواحل والمرتفعات الوسطى والغربية، نفس الوضعية الجوية على المناطق الجنوبية لكن درجات الحرارة ستعرف ارتفاع هذه المرة نحو المناطق الشرقية لتصل محليا إلى 46 درجة بالمناطق الداخلية، نفس المقياس سيسجل بالصحراء الوسطى وحتى أقصى الجنوب الغربي. يوم الخميس بإذن الله تراجع محسوس لدرجات الحرارة وهذا على كل المناطق الشمالية، إذن يوم الخميس ستبقى الأجواء مشمسة على المناطق الشمالية عدا المناطق الشرقية، أجواء مغشاة ورعدية بمنطقة الأوراس، تراجع محسوس لدرجة الحرارة على كل السواحل.